ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد التذكير بوسائل التواصل الخاصة فينا اللي دائما نحب نقول لكم أنه أكيد يسعدنا تواصلكم من خلالها. وصولا إلى موضوعنا الأول في حلقتنا لليوم وهو فريق مجتمع واحد وفريق بصمة واحدة، حيث نظم فريق مجتمع واحد بالتعاون مع فريق بصمة الطبيب فعالية لأنها نعمة تزامنا باليوم العالمي للصحة. نتابع تفاصيل هذا الموضوع وأيضا تفاصيل هذا الفريق التطوعي. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذة عفاف الدوسري وهي نائبة فريق مجتمع واحد، ومعنا أيضا الأستاذة سارة الجنيدي وهي نائبة الفريق بصمة الطبيب. هلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم معنا، أكيد سعيدين بوجودكم. مثل ما عرفنا أنه هذه أول ظهور لكم على برنامج مباشر الحديث عن هذه الفرقة المتميزة. بداية، هل أنتم طالبات من نفس الجامعة وهل تخصصكم في نفس مجال التطوع اللي أنتم تعملوا فيه، وإيش اللي خلاكم تتجهوا إلى هذا العمل التطوعي؟ إيش الدافع اللي خلاكم تتجهوا؟ في البداية أنا طالبة صيدلة كلينيكية. بالنسبة لجميع مشاركاتي في التطوع كانت تختلف تماما عن تخصصي، بس بالنسبة لفريق بصمة الطبيب لها علاقة بالتخصص لأنه جميع مواضيعنا نتكلم عنها عن الصحة. طبعا الفريق عندنا جميع أعضاء الفريق من الشباب والبنات، كلنا تخصصاتنا صحية. مؤسس الفريق كمان دكتور عمر الناصر، طالب طب كمان، فلها علاقة كبيرة بتخصصي. أما مشاركاتي الباقية عن التطوع لا، ما لها علاقة في التخصص. طيب، وإيش اللي خلاكي تتجهي في هذا المجال؟ أيضاً لك مجال دراستك له علاقة. أنا أدرس الحين بالجامعة تخصص إدارة تمويل واستثمار، بعيد عن العمل التطوعي وعن الأعمال اللي أقوم فيها، بس ما يمنع أني أدخل في الأعمال التطوعية. فريقنا فريق مجتمع واحد، فريق توعوي، بعيد يعني عن زي ما تقولين إدارة مالية جداً، لكن أنا شغوفة ومحبة العمل التطوعي، فحابة أقدم شيء بعيد عن علم معين أو تخصص معين، فالتطوع يخليني أقدم أشياء بعيد عن أشياء معينة يعني. جميل. طيب، إذا رح نتكلم عن طبيعة العمل اللي بتقدموه داخل هذا الفريق، سواء أستاذة سارة وأيضا أستاذة عفاف، إيش هي طبيعة عملكم بهذا الفريق التطوعي؟ أول شيء فريق مجتمع واحد، فريق مجموعة من شباب وشابات متطوعين، جمعهم حبهم للعمل التطوعي. إحنا فريق توعوي وتثقيفي، فنهتم بفئة المعاق والمجتمع والشباب، فعشان كذا إحنا سمينا فريق مجتمع واحد لأنه يجمع بين الكل، الأصحاء والمعاقين. طبعا إحنا غير مدعومين من جهة معينة أو تحت مظلة معينة، يعني كل الأشياء اللي نسويها هي من تحت شو اسمه طاقات البنات والشباب. ما شاء الله. إيه الحمد لله. فكثير يقولون يعني كيف تقومون فعاليات في مراكز كبيرة وأنتم ما عندكم دعم؟ لا، الحمد لله، يعني إحنا نبذل كل طاقتنا عشان نقدم اللي نقدر عليه، لأن لو إحنا مشينا على جهة معينة أو دعمنا أحد راح يخدم فكرتنا وما راح يظهر اسمنا، فهذا شيء ما يرضى الفريق يعني. أكيد. طب إيش اللي خلاكم تختاروا هذا الاسم؟ يعني اسم شوية مميز، ولكن مين اللي اقترحوا؟ إيش المحتوى حق كلمات الفرقة؟ يعني مجتمع وفريق، هذه تعودنا عليه لما يكون عمل تطوعي، ولكن الأسماء الثانية في الفرقة إيش اللي خلاكم تختاروها ومين اللي اختارها؟ بالنسبة لفريق بصمة الطبيب، طبعا مؤسس الفريق اللي هو دكتور عمر الناصر مختار الاسم. الهدف من الاسم لأننا نسعى إلى ترك بصمة لنا في المجتمع من خلال العمل التطوعي الصحي. جميل. طبعا الفعاليات اللي نقدمها اللي هي تثقيفية وتوعوية عن يوم العالم للصحة، جميع الفعاليات أشياء لها علاقة بالصحة، فهذا الشيء المطموح لي. خلينا نتكلم عن اللي هو إطلاق فعالية لأنها نعمة، يعني فعالية واسمها مثير للاهتمام شوي، فخلينا نتكلم عن طبيعة هذه الفعالية وليش سميتوها لأنها نعمة، وإيش هي بالضبط لأنها نعمة؟ هل هي الصحة ولا إيش بالضبط كان محتوى هذه الفعالية؟ فعالية لأنها نعمة اقترحناها أول شيء من فريق مجتمع واحد، اقترحنا اسم فعالية لأنها نعمة بتذكير وتعزيز مفهوم الناس أن النعمة هو جزء الصحة وأنها نعمة من نعم الله علينا، فإحنا حبينا نذكر هذا المفهوم. فأشركنا معنا فريق بصمة الطبيب، فريق طبي، حتى يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإحنا مو تخصصنا كلنا طبي، الطبي يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة، مو كثيرين، ففريق بصمة الطبيب متخصص طبيا، فخلينا يشارك معنا بالفعالية. الحمد لله الفعالية كانت ناجحة، وصل عدد الزوار تقريبا 500 وفوق.
ما شاء الله. هذا من النساء والأطفال، لكن الرجال يعني اللي ما حسبنا، لكن هذا بس للنساء. يتحدث عن مواضيع عدة، تحدثنا عن خطر الأمراض المعدية المؤدية للوفاة، التصلب اللويحي، الشلل الدماغي وفريق بصمة الطبيب شارك عن سرطان الفم وصحة الأسنان ونظافتها. طيب يعني هذه الأعمال التطوعية كلها تندرج تحت الجمعية هذه اللي أنتم قاعدين تقوموا فيها، وأكيد تتابعوا الأيام اللي يكون الأيام العالمية وتوعوا فيها، ودائما يكون في عندكم يعني ارتباط بينكم وبين الـ يعني الإعلام، يمكن عشان تقدروا توعوا ويزيد وصول صوتكم، يعني بالإضافة إلى الإعلام أيضا وجودكم في المواقع، يمكن وجودكم في المولات، وجودكم في الجامعات والمدارس. ولكن إيش الفوائد اللي تحسوا أنها عادت على المجتمع أو على الأماكن اللي أنتوا تزوروها؟ يعني لو كنا قلنا زرتوا مدرسة معينة وعطيتهم دورة معينة، إيش الفائدة اللي تحسوا أنها عادت لهم؟ هل أنه يكون عندهم المعلومة مثلا عن اللي أنتوا قاعدين تقدموها ما كانت موجودة وأنتوا أفدتوهم فيها، ولا تجي واحدة مثلاً تقول لك أني أنا أول مرة أسمع عن هالموضوع؟ إيش الفوائد اللي أنتوا تحسوا أنه أضفتوها للمجتمع اللي أنتوا تدخلوا فيه وتوعوا؟ على حسب الفئة اللي نقدم لهم. لو أطفال ممكن تكون المعلومة جديدة عليهم، يعني يكون قدمنا شيء الحمد لله يكون كويس. فعلى حسب الفئة العمرية بتكون المعلومة وصلت بالشكل، يعني أنتوا تختاروا المعلومة على حسب المكان اللي أنتوا رايحين. لو المدارس تختاروهم معلومات مبسطة، يعني أشياء تخص الأطفال. زي اليوم كان عندنا الصباح في مدرسة التربية النموذجية تكلمنا عن صحة الأسنان، كانت مرحلة ابتدائية. لو أخذنا مرحلة ثانوي ما رح تحس إنه الفكرة رح توصل لهم، إنه إحنا كبار وعارفين، خلاص صاروا فاهمين فعلا. فالابتدائي حسينا المعلومات وصلت لهم بشكل يعني كويس. احنا اساسا نعمل استبيان قبل، اقصد بعد يعني بعد ما نخلص نشوف رايهم. فاحنا بكل مكان ان نوجه فيه توعيه لازم يكون الشخص متخصص. زي مثلا لانها نعمه اخترنا بنات تخصصات طبي، اخترنا بنات مثل الشلل الدماغي، واحده عاشت الشلل الدماغي وعاشت تجربه كانت تحدث تجربتها ايه. فكثير ناس تاثروا وتقبلوا الفكره اكثر من انها واحده مو فاهمه. اكيد اكيد طبعا. طيب خلينا نتكلم، ما شاء الله انتم فريق تطوعي واكيد شاركت معاكم عده فرق تطوعيه، حدثونا عن هذه المشاركه، ايش كان نتاجها، ما مدى يعني محصودها وحصاد هذه المشاركات الجميله؟ يعني دائما لما بيكون في فرق بتتشارك وتتكاتف لاعمال تطوعيه واحده اكيد بينبع من خلالها عمل تطوعي رائع، فحدثونا عن هذه المشاركات. إيه الحمد لله احنا فتحنا باب المشاركه للفرق. شارك معنا نادي أندى التمريضي كان يتكلم عن المضادات الصحيه، شارك معنا فريق لدي حلم، فريق نوافذ، فريق البر نسعى للتبرع بالدم. جميل. فاحنا حبينا نوسع المجال اكثر حتى ما يكون محصور على موضوع معين. طب الحين انتم كفتيات عندكم يعني اكيد عندكم اهتماماتكم كفتيات، وعندكم دراستكم، وعندكم مجتمعكم الاسري، ويمكن طلعاتكم وصحباتكم وخلافه، ولكن العمل التطوعي يحتاج الى وقت اكبر من الشخص الطبيعي، يعني يحتاج شويه الى تفرغ، يحتاج الى اهتمام، يحتاج الى التزام في بعض الاحيان. ايش اضاف لكم العمل التطوعي؟ هل تحسوا انه اخذكم من المجتمع اللي انتم عايشين فيه، ولا اعطاكم وقت ثمين، ولا الاحساس اللي انتم بيجيكم من ادائكم لهذا العمل التطوعي عشان زاد الارتباط بينكم بين الفرقة؟ بعض الأحيان يأخذنا من الجو الأسري صح، بس أنه في نفس الوقت يعني سبحان الله ربي يبارك في وقت الشخص العمل التطوعي الحمد لله. فعندي دائما يعني كذا مصطلح دائما أحب أقوله، أني إنسانة أحب أضايق الوقت. كيف يعني أضايق الوقت؟ أني أحاول قدر الإمكان أنه تكون عندي مهام وأشياء كثيرة وأحاول أنفذها في وقت قصير، فأني أضايق الوقت من خلال يعني يعني تحبي تحشري نفسك عشان تقومي عشان إنجازي يكون أكبر، بإنجاز أكبر، ويكون دائما وقتك فيه فائدة لك وللي حولك. وبتتحدي الوقت على فكرة كذا سارة بنفس الموضوع. بتتحدي الوقت انه انت الوقت إيه؟ بتعطي لنفسك مثلا فتره زمنيه حتى لو كانت قصيره انه انت تعملي هذا الانجاز اللي انت مخططته قدامك. صح. طيب تكلمتوا ما شاء الله يعني وحضراتكم فتيات ما شاء الله يعني كاسماء مشرفه للاعمال التطوعيه للفتيات، لكن خلينا نتكلم عن العمل التطوعي بشكل عام للفتاه. هل هو محصور في جوانب معينه، ولا اصبح العمل التطوعي ممكن انه الفتاه تشارك في اي عمل تطوعي، ولا في تخصصات معينة في الأعمال التطوعية يمكن للفتاة المشاركة فيها عن غيرها؟ العمل التطوعي ما هو محصور على مجال معين أو مكان معين. ممكن البنت الحين خصوصا بالسعودية خلاص صار المجال مفتوح لها،
فالتطوع هو انها تعطي بلا مقابل، بعيد عن المصطلحات الثانيه. كثير بنات مو فاهمين وين يروحون وين يجون، او ممكن شركات تنظيم ومؤتمرات تاخذهم على اساس تطوع، لا هذا غلط. يعني صحيح. تعطيهم مكافآت وتقول هذا تطوع معنا، لكن للاسف يعني ما اشوف ان هذا من باب التطوع. التطوع له معاني اعمق واجمل بكثير من كذا. أكيد إحساس الفتاة بالعمل التطوعي ما حنقدر نقول إنه حديث، ولكن الفتيات دائما كان عندهم هذا الدافع، ويمكن الآن المجتمع صار يسهل لهم ويساعدهم أكثر على الانخراط في العمل التطوعي. المجالات العمل التطوعي اللي أنتم داخلين فيها لو تقدر تعددون لها هي زي إيش؟ في مختلف. أنا حاليا عضو في فريق ون هاند فولنتير، أشياء عن الوطن المجتمع، أشياء كلها يعني خدمة للمجتمع. عضو كمان في فريق نائبة الرئيس مسؤولة المركز الإعلامي في فريق بصمة الطبيب، وعضو فريق هبني حياة. جميل. طيب ما شاء الله، يعني احنا شفناكم أبدعتوا في العمل التطوعي، ودائما العمل التطوعي لما بيجي مواكب لأشياء بتخص الصحة بحس انه هو بيكون فيه إقبال بشكل أكبر عن الأعمال التطوعية الأخرى. طيب انتوا قلتوا في ناس شاركتكم كطبيبات حتى أخصائيات في مجال الصحة بشكل عام، كان في ما مدى نتاج هذه المشاركات؟ هل فعليا حسيتوا بعد هذه الأعمال أنه فعلا في وعي أكثر؟ دائما الفكرة من العمل التطوعي أنه يزيد الوعي في المجتمع. حدثونا كبداية كيف بدأتوا إلى الآن، إلى وين وصلتوا، كيف مدى إقبال الفرق الأخرى في الانضمام لكم والانضمام إلى هذا الفريق لكي تعملوا أعمال تطوعية أكبر وأكثر وتدخلوا إلى مجالات أكبر بشكل أكثر؟ فريق مجتمع واحد، احنا في كل فعالية نفتح باب المشاركة للفرق، وطبعا الحمد لله اكيد توصل الفكرة، وهذا هدفنا الاول والاخير من الفريق وهو التوعية، والحمد لله اكيد توصل الفكرة. جميل جدا. اكيد نتمنى لكم التوفيق، ما شاء الله تبارك الله، ظهور اول للاعلام ولكن متحدثات رائعات، وعندكم الجرأة، والجرأة هذه دليل على جرأتكم ايضا في العمل التطوعي، وباين عليكم ما شاء الله عندكم طاقات ايجابية قدرتوا انكم توصلوها للمجتمع، وايضا قدرتوا انكم توصلوها لنا. اكيد نشكركم، نشكر ظهوركم معنا، ونشكر هذه الفرقه يعني المفيده للمجتمع. فعلا لكم دور صحيح. جدا مهم. استاذه عفاف الدوسري نائبه فرقه مجتمع واحد، وايضا ساره الجنيدي نائبه فرقه بصمه طبيه او بصمه طيبه عفوا طبيعي. شكرا لوجودكم معنا. بصمه طبيه. شكرا لوجودكم معنا، ونتمنى انه المرات الجايه يكون عندكم نشاطات اكثر نقدر انه احنا نتابعها ونظهرها، عشان كل ما قدرنا انه نظهر جهود تطوعيه كل ما حمسنا شبابنا وشاباتنا للانضمام للعمل التطوعي باذن الله. شكرا لاستضافتكم، يعطيكم الف عافيه. زام شاهدين، ووقفه في فعاليه تجارب للعمل التطوعي، حيث اقامت مكتبه الملك عبد العزيز فعاليات تجارب ونماذج للعمل التطوعي، والذي اشتمل على معرض مصاحب لجمعيات ومؤسسات نسائيه خيريه. دعونا نتابع سويا في سياق هذا التقرير.